اتهامات خطيرة موجهة إلى رئيس الجامعة وكذلك إلى نائب رئيس المجلس الإقليمي. هاد الجوج هادو انتخبوهم المغاربة باش يدافعوا على المصالح ديالهم، ولكن في المقابل هاد الجوج ديال الناس اللي هم مواطنين المغاربة كيتهموا هاد الجوج المنتخبين بالإضافة إلى متهمين آخرين كيقولوا بلي أن الأمر يتعلق بشبكة بعصابة فيها بزاف ديال الناس باش يستنزفونا ماديا معنويا. المهم هذا الملف ديال النقد، فاش تقبل اليوم النقد كيجوز دابا في مراكش ديال هذوك الربعه ديال ولاد خو هذاك النائب المجلس الاقليمي اللي خدام في الحانه المدنيه والشاوش وولد خالها كيدوز في النقد. كنشوف كنتفاجئوا فاش علاش تقبل اليوم النقد كيكون كاين هنايا في النقد كاين القرار انتهت، قالك ان فيما ركزت المحكمه على نتيجه الخبره التقنيه التي انتهت الى ان المواد المسلمه للضحيتين غير سامه وغير قاتله، مما يجعل القرار المطعون فيه من جهه مخالفه للقانون ومن جهه اخرى ناقص التعليم. وحنا كاين عندنا هي الخبره ديال الدرك الملكي ديال معهد الادله الجنائيه بالرباط. ها هو شنو كيقول؟ شنو كيقول وشنو اللي فيه في الخلاصه ديالو؟ اظهرت نتائج تحليلات عينات الخبز وجود ماده الرصاص وهي معدن ثقيل سام، وهنا كيكتبوا بان غير سام، ويؤدي تناوله الى اضطرابات رجعيه مثل فقر الدم واضطرابات في الجهاز الهضمي واضطرابات لا رجعيه، اصابه الجهاز العصبي مثلا، وكما وجدت فيه ماده الاليستريكول. وهذه الماده ديال الاليستريكول راه كدير نزيف داخلي وهذا ماشي ميديكامون اللي كناخذو، لان هما بحال عندهم شي مختبر وقاعد ننسنا غير سكانير درنا تو كلشي الجسد ديالنا كلشي كيتكلب شويه بشويه، لان هما راه دايرين مختبر ديالهم تما. كما كتقول الخادمه عندنا في واحد السجل كتقول بان راه حفره ديال الاجرام تما، وفعلا راه حفره ديال الاجرام. ما كاينين شي حوايج اللي طراو لينا بان راه كيحس في النفس. المهم حنا راه كندوزو دابا في محكمه مراكش، وعندنا الجلسه باش يحضروا الجلسه في مراكش يجيبوا الاخرين من السجن نهار 12 في شهر 9 في هذا الشهر، وعندنا جلسه نهار 12 شهر 9 في مراكش وجلسه اخرى نهار 13 في اسفي، لان هذا الملفات كيفاش كيعرق لنا كيفاش باغيين يستنسفونا، لان هذا الملفات كاملين فرقوهم باش فرقوهم باش نعياو باش نعياو باش القدره ديال الله راه ما غاديش حنا واكلين الرصاص مالينا الصحه مالينا نداوي روسنا، ولكن حنا ما غنتنازلوش ان شاء الله، حنا ما غاديش نعياو القدره ديال الله سبحانه وتعالى، القدره ديال الله سبحانه وتعالى ما غاديش نعياو حتى ناخذوا الحق ديالنا. واخا هاد العراقيل حنا كنناشدو من هذا المنبر الناس جميع السلطات جميع السلطات العليا اللي نضروا في هذا الشيء اللي وقع لنا، لان هذا الشيء ما العدوك ما تبغيش ليه، ما حسى واحد الانسان حشومه غير وعارض شي حاجه. كنتمنى المحكمه في مراكش الناس اللي باغيين يعطيونا حقنا، حنا بغينا المسؤولين يعطيونا حقنا، راه كاينين حنا ما كنطعنوش كنقولوا راه كلشي فاسد كلشي بالعكس، كاينين قضاة نزهاء كاينين ناس نزهاء كاينين ناس نزهاء اللي فعلا ضامنوا معنا وكيحزن في النفس ديالهم هادشي، لان كنلاحظوا كنشوفوا ما نقولوش كلشي، كاينين ناس نزهاء وباغيين يخدموا ولكن مصداقية ولكن قلال بزاف مسيطرين عليهم. المهم حنايا فاش حنا حيت عارفين بزاف ديال الحوايج، عندنا معطيات وعندنا بزاف ديال الحوايج. مثلا اننا في الاواخر عندنا واحد السجل صوتي ديال واحد السمسار ديال اللي كيجيب الفلوس للقاضي المحكمه كيجيبو لواحد القاضي اللي دار لهذاك النائب المجلس الاقليمي ورئيس الجامعه وداك اللي خدام في سياره الاسعاف، فاش دار لهم عدم المتابعه الى حين ظهور ادله جديده وجاب فيهم حتى التقني، وكيقول التسجيل بانه ولا كيتبجح قدام سميتو، كيقول هو كيدي الناس كيقول بانه كيديهم حتى عند القاضي كيعطيهم كيعطوه الفلوس، هو ماشي هو اللي كيديهم كنقولوا راه باين صب على ولا شي حاجه، لا هو كيقولها بالصوت ديالو بانه كاين عندنا بزاف ديال المعطيات على هذا السيد، وفعلا هذا صديق ديال هذاك القاضي.
والثاني الفلوس كيقولها بالفم ديالو 32 مليون اللي وجابتهم بالسميه دابا بالصوت ديالو مجبود بالسميه. وهذا الادمين فرفعنا به شكايه. فوالا هذه اخر حاجه اللي كاينه هي الشكايه. رفعنا شكايه عند السيد الوكيل العام في 12 فبراير 2022 ودابا هذا الملف وعيط لنا السيد الوكيل العام لانه ودفعنا مجموعه على القضاء الوسيط مجموعه ديال الشكايات فعنا مجموعه ديال الشكايات دفعنا الرئاسة النيابة العامة والمجلس أعلى السلطة القضائية وها الشكاية فين هي الشكاية اللي ساردين فيها كل شيء الوقائع اللي وقعنا والله يسقى التظلم ديالنا ورسناها بزاف ديال الجهات رسنا الديوان الملكي رسنا السيد الوكيل العام لمحكمة السياف الأسفي ومحكمة النقد السيد الرئيس الأول محكمة النقد الرباط ورئاسة النيابة العامة والمجلس أعلى السلطة القضائية وعيت لنا السيد الوكيل العام هذه شي 5 شهور دابا. أنا كنتمنى إن شاء الله كنتمنى وعيت لنا السيد الوكيل العام وسمع لنا على عيط على هذاك السمسار وجاب الاطراف كاملين وسمع لنا قال لنا عاودوا لي من دخلت عندكم الخادمه حتى شنو وقع لكم دابا حتى شنو وقع لكم ولحد الان فاش كنسولوا حنا على هذا الملف كيقولوا لنا كيفاش كنسولوا عليه في المحكمه كيقولوا لنا بانه راه باقي في البحث. كنسولوا في النيابه العامه ديال اسفي كنمشيو نسولوا على اخر شكايه اللي كيف ما سرد لكم زوجتي يعني اخر شكايه اللي درنا بهذاك السمسار اللي دا هذاك المونطون ديال 32 مليون. هذيك الشكايه مشينا حطيناها في مجلس على القضاء وحطيناها باختو. هذيك الشكايه الاخرى اللي درنا في هذا الشيء كامل اللي وقع لينا ما عرفتش لا دات فاش حطيناها في 12 شهر 2 2022 ولا 12 شهر جوج 2022 حطينا الشكايه. المهم حنا من هذا المنبر كنطالبوا الجهات العليا والجهات المسؤوله كنناشدوا المعنيه بالامر بانه باش يخدموا هادشي لان حنا ما باغيين نطعنوا في حتى شي واحد نضربوا في شي حد. حنا بغينا العصابه اللي دارت لنا السم في وسط من العقر ديال دارنا اللي كانت متواطئه وكل شيء راه محطوط في المحاضر كل شيء شفتوا المحاضر شوفوا الملف الطبي ديالنا شوفوا لي سيرتيفيكا ميديكوس شوفوا كل شيء دخلوا غير المحاضر غيلقاو كل شيء الجريمه كيفاش كانوا فيها الخروقات المسطريه وكيفاش داروا لينا هاد 3 سنين كيفاش داونا وكيفاش جابونا كل شيء مبين وكل شيء واضح في المحاضر. راه الحمد لله ربي عطينا واحد القوه اللي تبعنا كونهم هاد الشيء كامل تبعنا حيت هما اصلا كانوا باغيين يحطمونا يحشوا لنا رجلين من الديبار حيت عارفين امراض ما بقاش عندنا الصحه باش نمشيو نجريو قالوا راه كل ميل فلحوا عليهم في جهه نبقاو نديروا بهم بحال السيستم ديال الماريونات يعني يدو فينا هنا ويجيبو فينا ويتفرجوا فينا على مع البعد كيتفرجوا فينا واش متنا واش تستنزفنا ماديا واش تستنزفنا كل شيء هذا الشيء راه كيوصلنا حنايا حيت كيف ما هما عندهم عصابتهم ديال المجرمين كيف ما حنا عندنا الناس كيحبونا وكيجيبوا لنا الحقائق شنو كيوقع في الكواليس يعني داكشي اللي كيوقع في الكواليس وعندنا معطيات كثيره اللي وقعوا في الكواليس على هذا الملف ديالنا طوندو هذه تخوازون كامله كاينه معطيات اخرى اللي مازال لدينا بهم ولا ان شاء الله ضرينا وخصنا ندلو بهم غادي ان شاء الله ندلو بهم باش ما عطى الله لان حقنا حنا بغينا ناخذوه في بلادنا. المشكل ديالنا وقع لينا في بلادنا هنايا في المغرب يعني حنا كنحبوا الكلمه الاخيره هي حنا كنحبوا البلاد ديالنا كنحبوا الوطن ديالنا وما غنوصلوش لداكشي اللي باغيين هما حيت هما باغيين نمشيو نخرجوا كاع نكيتوا هاد البلاد ونكيتوا حتى الارض اللي ساكنين فيها ما عرفتش شنو هو الهدف ديالهم. كلشي مسؤولين كلشي كيجينا هادشي في الكواليس حنا ما فاهمينش علاش هاد الناس ما حاملينناش علاش حنا عارف الناس على الخير ما درنا حتى شي حاجه اللي هي يديننا بها ولا يقول لك غير ندير تكون لا فوت اللي درنا حنا هو حلينا بالنا لكل شيء وتعاطفنا مع الناس وما يمكنش الانسان يكون واكل وشارب وسد عليه واحد اخر كيموت بالجوع. هادشي حنا دايرينه بيننا مع الله سبحانه وتعالى ما بغينا لا سياسه لا ما بغينا لا وهاد الملف ديالنا راه الناس كيقولوها راه دارت فيه بزاف ديال الفلوس دارت فيه بزاف ديال الفلوس وكاين عندنا معطيات بان دارت فيه بزاف ديال الفلوس وحنايا سيري كيلوحوا فينا ما بدينا فينا ما كيستقبلونا كوريكتوم قليل
كاينين الناس اللي استقبلونا ولكن قليل، ما يمكنش نقول كل شيء مسؤولين كل شيء كيجينا هذا الشيء في الكواليس. حنا ما فاهمينش علاش هاد الناس ما حاملينناش، علاش حنا عار الناس على الخير ما درنا حتى شي حاجه اللي هي يدين لنا بها ولا يقول لك غير ندير تكون لا فوت اللي درنا حنا هو اللي نبهنا لكل شيء وتعاطفنا مع الناس. وما يمكنش الانسان يكون واكل وشارب وسد عليه واحد اخر كيموت بالجوع، هادشي حنا دايرينه بيننا مع الله سبحانه وتعالى، ما بغينا لا سياسه لا ما بغينا لا. وهاد الميف ديالنا راه الناس كيقولوها راه دارت فيه بزاف ديال 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 الفلوس، دارت فيه بزاف ديال الفلوس، وكاين عندنا معطيات بان دارت فيه بزاف ديال الفلوس. وحنايا سيري كيلوحوا فينا ما بدينا فينا ما كي ما كي ما كيستقبلونا كوريكتوم، قليل كاينين الناس اللي استقبلونا ولكن قليل، ما يمكنش نقول لكم كاين بزاف باش هذا. على اي حنا بغينا حقنا تعطينا في بلادنا، حنا ما بغيناش نمشيو نشرو نيف كما كيتقولوا ديك ليكسبرسيون غسيلنا نمشيو نشرو لغيرنا فوالا. ماشي كومبليكي باش يتنشر، ولكن حنا ماشي من داك النوع، حنا انسان ناس وطنيين حقيقيين، ما بغيناش الشهال حتى شي حاجه، حنا بغينا غير هاد العصابه اللي تعدات علينا يجيو شي ناس مسؤولين كبار يجيو يقراو يستدعيونا عاوتاني نحكيو ليهم ونوريهم كاع نسردو ليهم كاع داكشي اللي وقع لينا. وعندنا هادشي كلشي بالدلائل، وهادشي كلشي اللي كنقولوا حنا كاينين عليه ادله وكنتحملوا فيه المسؤوليه، ومازال ما حطيناش الادله الاخرين اللي ما بغيناش نسردوهم حيت ما بغيناش نخرجوا على بزاف ديال الناس. لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا كنتمناو السلطات وكنتمنا في محكمه مراكش نهار 12 غادي يدوز الملف شهر 9 فالناس السمانه اللي جايه كنتمناو في هذا الملف هذا نتنصفوا فيه. ماشي بايزون ماشي بايزون كيف ما تيقول العم ديالهم وكيف ما طارقين في الكواليس بان ولاد خويا واخا تحكموا ب 85 سنه راه غيبقى الحكم اللي دار ليهم السيد القاضي اللي كان في محكمه الغرفه الابتدائيه الجنائيه، يعني ديك اعطاء مودره بدون نيه القتل. كومون كيفاش حنا غادي نتقبلوا هذا الشيء وحنا سيرين كنطفاو بشويه بشويه، وحنا سيرين حتى الدواء ما بقينا كنقدروا ناخذوا، حتى الدواء ما بقينا كنقدروا نستحملوا هذا الشيء كاع اللي كناخذوا هذا العجب، هذا الشيء كلشي راه حنا طبنا حنا خصنا واقفين على حقنا حق سيبان، حنا باي وجه كان حقنا غادي ناخذوا، والا ما خدينا هنا راه غادي يكونوا حلول اخرى اللي كنتمنوا ما نوصلوش لتما ان شاء الله. كنتمنوا حنا طيقين في بلادنا وطيقين في القضاء ديال بلادنا، وكاينين الناس من نزاهه وكنتمنى هاد الناس ياخذوا بعين الاعتبار هادشي اللي وقع لينا. راه حنا راه ماشي عندنا باريير ولا محبوسين باش نمشيو نديروا حوايج اخرين، حنا راه ماشي عندنا باريير، حنا عندنا مبادئ كت عندنا غير على الدوله ديالتنا، عندنا غير على بلادنا، عندنا حنا ما جمعنا فلوسنا ورزقنا وجبنا استثمرنا في بلادنا الا وكنحبوا بلادنا وبغينا ناخذوا بحقنا في بلادنا مع ولاد بلادنا ان شاء الله يا ربي. فوالا المهم راه سردنا كل شيء وقلنا كل شيء، وكنتمنوا اننا نتنصفوا ينصفونا الناس النزهه، لاننا والله العظيم الا ديما كنت نطيحوا في شي ناس اللي ما فيهمش الرحمه. واش عباد الله كيقرا هذا الشيء كامل ويشوف هذا الملف كامل، شحال من واحد كيشوف هذا الملف، شحال من واحد كيشوف هذا الملف كيقول اللهم ان كاين قضاه، كاين قضاه مصادم كيقولها لنا، كاين البير في هذا الشيء كله، كاين شي معطيات خطيره اللي الا كانت شي جهه معنيه اللي هي بريفي اللي هي ما نسرداش الطموم، بغيت نشرح شي حوايج اللي عارفاهم اللي هما اخطر من هذا الشيء اللي داروا لينا حنا. كاين القضاه كيجنبوا الحيط مساكن، كيرازيو ولا ميو كيرازيو ولا ميو في المحكمه وكيشدوا كيهضروا معنا بالتخبيه وتيقول لنا والله يدير لكم شي دواء تاع الخير، قرينا الملف ديالكم شفناكم واحد الظلم لا اله الا الله محمد رسول الله. هادو كاينين قضاة نزهة قالوا لينا، كاينين كتاب وسي اللي كيقولوا لينا راه داكشي اللي واقع لكم راه الله يستر وصافي، وانتم سيري كتوفوا هما باقي عاطينها الفلوس. واش حنا بغينا نمشيو نحطوا هاد الملفات كاملين في بلاصه وحده ماشي بلادنا باش هما يجيو هذا على ود هاد الفاسدين وهاد العصابه الخبيثه المجرمه، نخسروا حنايا السمعه ديال بلادنا، حنا ماشي من داك النوع. ان شاء الله كنتمنوا ما نضروش، الكلمه الاخيره هو كنتمنوا من السلطات المعنيه بالامر ومن الناس اللي هما بين يديهم هاد الملفات كاملين يلتقوا فينا وجه الله، راه سنين كندوبوا راه ماشي حنا بوحدنا، راه كاينه عباده جماعيه، راه كاينين ورايا مازال ناس اخرين اللي واكلين هاد العجب هذا ومعترفه بهم الخادمه.
لا اله الا الله محمد رسول الله، كنتمنوا يعطيونا حقنا ولادنا. خطيرة موجهة إلى رئيس الجامعة وكذلك إلى نائب رئيس المجلس الإقليم. هاد الجوج هادو انتخبوهم المغاربة باش يدافعوا على المصالح ديالهم، ولكن في المقابل هاد الجوج ديال الناس اللي هم مواطنين المغاربة كيتهموا هاد الجوج المنتخبين بالإضافة إلى متهمين آخرين كيقولوا بلي أن الأمر يتعلق بشبكة بعصابة فيها بزاف ديال الناس، فيها حتى الخادمة، فيها لومبيلونسيي، فيها تقنيين، فيها ناس داخل المؤسسات ديال الدولة، يعني المؤسسات المنتخبة. ملي كنهضروا على الجماعة كنهضروا على المجلس الإقليمي، فاحنا كنهضروا على مؤسسات الدولة. هاد الناس هادو التهم الموجهة لهم هي تهم مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية. بين قوسين ملي كنقولوا يعني كنستعملوا في الدارجة المصطلح ديال المافيا. والخطير في الأمر أن هاد الناس هادو متهمين بتهم عندها ارتباط بمحاولة تصفية، ماشي المحاولة لمرة واحدة وإنما ثلاثة ديال المرات. علاش طرحنا هذا الموضوع في هذا الوقت هذا؟ ماشي أنا اللي طرحته بطبيعة الحال، وإنما تواصلوا معايا السويسرية والزوج ديالها تواصلوا معايا باش يعرفوا الرأي العام، لأنهم كيعرفوا باللي اليوم القضية ديالك باش توصل للمسؤولين ديال البلاد خصك تحطها في الرأي العام. كاين تسجيلات اون فوا يعني ما تبقاش السرية ديال البحث، لأن ملي كيكون الملف أمام الشرطة القضائية ولا أمام قاضي التحقيق كنكونوا أمام سرية البحث، ما يمكنش شي وثيقة ولا شي تسجيل يخرج أمام الملأ. ولكن كاين تسجيلات، هاد التسجيلات يوضحون خطورة الأمر. تسمعوا الصوت ديال دوك الناس كيهضروا، الصوت ديال الخادمة، الصوت ديال واحد الوسيط كيهضروا بواحد الطريقة ديال المافيا وكيفاش كيخطوا لا وكليلو كسميتو ما نعرف ديال الحلوف شي الرصاص. والخبرة الطبية أثبتت وجود هذه المواد في جسم هذا الضحايا اللي هو السويسرية والزوج ديالها، وكاين أفراد آخرين ديال العائلة. لأن منين كانت ديك الخادمة كتحط دوك السوالح دوك السموم اللي جا، وكاين واحد الدرية صغيرة حتى جمعيات حماية الطفولة خصها تدخل في هذا المسار هذا ولا في هذه القضية هذه، لأن حتى ديك الطفلة خدات دوك السموم اللي كانت كديرهم هذه الخادمة يعني بشكل دوري، والخبرة الطبية أثبتت وجود. الخطير في الأمر والله الخطير في الأمر بالنسبة للقضاء، وهذا أنا كنعطي الرأي ديالي وفقط، محكمة النقد قالت بلي أن محكمة الاستئناف الحكم ديالها كان معيبا، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمواد تؤدي إلى القتل، وبالتالي فالمسألة ما مرتبطش بمحاولة القتل. ومادام أن محكمة النقد حكمت بإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف، على ما أعتقد غادي يمشيو لشي مدينة أخرى، ما عقلتش المدينة، غادي تكونوا سمعتوها في الفيديو، مدينة أخرى. لأن ملي كتحكم محكمة النقد بنقض القرار الاستئنافي فهيئة أخرى يجب أن تبث ولا محكمة أخرى. يعني دوك الناس اللي بثوا في الاستئناف في ديك القضية وحتى الناس ديال الابتدائية ما من حقهمش هما اللي يشوفوا في ذاك الملف. علاش كيتسمى النقض؟ يعني النقض كترجع الملف للمحكمة، ديك المحكمة ممكن، ولكن كتبث فيه بهيئة أخرى لم تنظر في الملف، باش إلا كان شي واحد شاف ديك الطريقة عنده شي مشكل ولا كيجي قاضي آخر ولا مستشار آخر كيشوف في الملف باش يحكم من جديد وفق التوجيهات ديال محكمة النقض. الملف على ما أعتقد سيعرض أمام محكمة الاستئناف يوم 12، وكاين ملف آخر يوم 13 في هذا الشهر هذا، الملف آخر لأنه تقسموا الملفات كما سمعتوا من طرف الضحايا ديال هذا الملف أو ضحيتين، يعني السويسرية عفوا والزوج ديالها. أنا من خلال هذا المنبر هذا باش نوضح بعد ما سلينا الأجزاء بثلاثة، باش نوضح علاش كندير ولا علاش
كنطرح هذه المواضيع. هي مواضيع في الحقيقه بزاف ديال الناس ما غاديش تعجبهم. انا عارف باللي الجهاز القضائي بعض الناس اللي محسوبين على الجهاز القضائي ما غاديش تعجبهم طرح بحال هذه المواضيع هذه لانها تشكك في مصداقيته. هذا من جهه. هذا الشيء اللي بالنسبه اللي كيكون فاسد هكا غيفهم هاد الناس هادو كيشكوا في المصداقيه ديالنا وكذا. المؤسسه الامنيه كذلك مرتشيين اللي مرتشيين بطبيعه الحال ما غاديش تعجبهم هاد الشيء. ولكن انا عارف باللي هاد الشيء خصو يتناقش لانه نهار اللي غادي نقضي راه الملك ديال البلاد كيقول بلي ان المؤسسات فيها الفساد. هذا اعتراف من اعلى مؤسسه كاينه في البلاد اللي هو الملك محمد السادس كيقول بلي انه كاين فساد في الادارات كاين فساد في المؤسسات. كما ان مفهوم ان السلطه يقوم على محاربه الفساد بكل اشكاله في الانتخابات والاداره والقضاء وغيرها وعدم القيام بالواجب ونوع من انواع الفساد. والفساد ليس قدرا محتوما ولم يكن يوما من طبع المغاربه غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع. مادام كاين فساد في المؤسسات طرق الطعن كاين شي واحد كيقول لك إلا لقيت شي مشكل سير البوليس سير القضاء سير كذا. الملك يقول لأن هذه الأجهزة أجهزة فيها الفساد. ما غاديش نقول فاسدة على طول بطبيعة الحال فيها الفساد. الى انا الملف ديالي داخل في دوك القضايا ديال الفساد كيفاش انا غادي نمشي عند مثلا قاضي فاسد غادي نقول له بغيت حقي ما غاديش ندي حقي. كيفاش غادي نمشي عند الشرطه غادي تكون خدات الفلوس من شي جهه اخرى. داكشي علاش كنمشيو للاعلام. ملي كنمشيو للاعلام كنعرفوا بلي ان الصوت ديالنا ممكن يوصل ولا الصوت ديال هاد الضحايا ممكن يوصل لجهات اخرى اللي اليد ديالها نظيفه وممكن يوصل كاع لاعلى سلطه في البلاد. لانه مما لا شك فيه ان هذا الشيء اللي كيتناقش ملي كيدخل يعني كيوصل يعني مثلا مشاهدات كتكون طالعه كيولي قضيه راي عام كنا عالقين بان حتى المؤسسه الملكيه حتى الناس المسؤولين ولا صناع القرار في المغرب راه كتوصلهم. راه مما لا شك فيه هذا الشيء راه يعني من البديهيات اللي كيصحاب له بلي ان هذا الشيء هذا راه ما كيتعرفش على اعلى مستوى راه غلط. فهذا الشيء علاش هاد المواضيع هادو يحبذ انها تنتشر باش توصل للناس اللي كنقولوا عليهم بلي انهم ربما اياديهم نظيفه ويشوفوا في هاد الملفات هادو. فتحيه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.